يقول: تبت قبل سنة وجئت إلى مكة عند أحد أصدقائي وكان عنده دش، ونظرت إليه ورأيت النساء العاريات، وقمت بفعل العادة السرية ولم أشعر، وأنا لم أشعر، ثم رجعت إلى الله وعدت مرة ثانية، فماذا يلزمني؟ يلزمك التوبة إلى الله ولا تعود للنظر في هذا الدش، لأنه خبيث، ألا تنظر إليه مرة ثانية لئلا يوقعك في المعصية ويجرك إلى المعاصي والفواحش، اجتنبه وابتعد عنه. نعم.